السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا شباب، معنا شوان. اليوم يا جماعة بنتكلم عن امرأة يافعية بألف رجل. صراحة شوفوا المقطع هذا وبنتكلم عليه بعدين. او من شرطة، تمام، مليح. وايش اسمك؟ ها؟ وايش اسمك؟ عبد الرحمن. من الشرطة؟ وانت ذاك؟ وذاك من هو؟ ها؟ من الديوان؟ تمام. وذا من هو؟ وانت وايش اسمك؟ احمد. تمام. من انت؟ من الشرع؟ من الديوان. خلاص، مشان تقون على شهادة انها قدكم الشرطة. ها لا تنجرون، لا تنشرون. سجل اسمك سواء، ما وش اسمك؟ صالح. صالح من؟ صالح الشرف. صالح الشرفي. وذاك من هو؟ قولي. مشان اقول هذاك محسن. محسن من؟ محسن الديواني. وذاك الثالث؟ هذاك عبد الرب. عبد الرب من؟ الديواني. شفتوا المقطع وشفتوا المرأة اليمنية القوية كيف أمام ثلاثة رجال كيف قدرت تأخذ أساميهم وتكشف وجه واحد؟ يعني هكذا، مش يقول هكذا المرجلة، هكذا عزة النفس، هكذا قوة. لما يكون عندك الحق، هذه القوة الحق كيف تظهر. ثلاثة يكسروا بيتها، خرجت لهم بالتلفون وهربوا. كيف شفتوا لما سحبت عن كشفت وجهها؟ كيف كان وجهه؟ كيف الخوف والذل باين عليه؟ شفتوا كيف؟ وانتوا اصحابكم في صنعاء أربعة داخل السجن. لما قلنا لكم البارحة طلعوا لهم وقفة تضامنية، بس وقفة تضامنية بس، نشتي منكم 20-30-40-50-100 نفر، يعني كم ما خرجتوا بس توقفوا كذا قدام باب المحكمة وقفة تضامنية. بكرة الثلاثاء وقفة تضامنية أمام المحكمة، بس وقفة توقفوا هكذا بس، ولا نمشي منكم حاجة، لا تكسروا ولا تصيحوا ولا تصارخوا ولا لا بأوالي ولا ب ما ليش حاجة، توقفوا مع أصحابكم بس، بس توقفوا مع أصحابكم. يعني بالله عليكم، يعني أنا شوفوا مصطفى الممري، أنا مالش مشترك في قناته ولا مشترك مع أحمد حجر ولا مع أحمد علاو ولا مع حتى عيسى العذري. ما أحمد علاو عادوا شوي كويس في كلامه وكذا، لكن أسلوب العذري طبعا هذا ما متقلب، أنا ما تابعوش وما أحبوش، لكن الكلام الأخير اللي قاله كلام حق صدق. يعني خلينا نقول كلام الحق الصدق، يعني مصطفى الممري الكلام في المقاطع عنده مقاطع حلوة وعنده مقاطع صراحة الفاظ أنا ما أحبهاش، لكن جاب كلام الصدق الأخير. لما يقول كلام صدق بنقول جاب كلام صدق، ولما جاب كلام غلط نقول كلامك غلط يا أخي. لكن شفنا المقاطع كيف الناس يعني أصحابه، طبعا المقاطع، المقطع الأخير اللي سويته أنا عن المحاكمة وكذا للناس اللي موجودين في صنعاء ويتابعوا مصطفى الممري ويحبوا، واللي متابعوا أحمد حجر ويحبوا، واللي متابعوا أحمد علاوي ويحبوا. في ناس طلعوا تكلموا كلام اهبل، ولا والله ما هم دارين فين عايشين، اقسم لكم بالله، يعني بهايم، يعني حرام ينحسبوا عينهم البشر، والله اقسم لكم بالله. في ناس يعني الواحد يشمئز انه يقول يعني انه هذا فعلا عندنا اليمنيين يحسبوا علينا اليمنيين، والله الكلام موجه للناس اللي تابعوهم واللي حبوهم واللي راحوا العراس حقهم وطبلوا وعزفوا واللي عملوا كومنتات ويشجعوهم على الكلام اللي كانوا يقولوه. انا كلامي موجه لهم، خرجوا مع صاحبكم بكره يوم الثلاثاء، شوفوا المرة اليافعية كيف صلحت. شفتوا في عدد اصحاب ريدان صلحوا 3 ايام ما غارش في السجن وخرجوا على طول، عقد لهم اسبوعين، قد لهم يمكن شهر داخل السجن الان، ولا سمعنا منكم صوت داخل صنعاء يطالب. خايفين من ايش؟ من الحوثي انه يدخلهم داخل. اصحابكم بكره محكمه معاهم، خلونا نشوف الرجاله ونشوف القبيله ونشوف يعني. وانتوا قدها يا اصحاب صنعاء، انتوا قدها، خرجوا طالبوا بحقوقكم،
المؤمري والشباب خرجوا طلبوا حقوقكم دخلهم داخل. ايش هذا يدل؟ انه ما لكم حق، انكم ما انتم بشر، ما انتم بني ادمين، ما هم حاسبين لكم حساب. اخرجوا وشوفوا تكلموا بكره، اخرجوا وقفوا، ما يحتاج حد يعني يرتبكم ولا هذا. ده قدام باب المحكمه، قفله قدام باب المحكمه. اذا حس لك نعم احنا مع الشباب اللي داخل هذا المحبوسين ظلم. ليش محبوسين ظلم؟ تكلموا، اذا راح تكلمكم كلموهم. كم بيحبسوا منكم عصى الله؟ بيحبسوا الشعب كله في صنعاء؟ مش معقول. وقفوا على، شوف اذا ما وقفتوش على هذه المره والله ما حد بيقف معاكم. اذا ما وقفتوش مع حقكم هذه المره والله ما حد، بتكون سبه في وجوهكم الى يوم الدين. والله اقول لكم انا والله انها لا تكون سبه ليوم الدين. الكلام معاكم عاد ما زيدش ولا بعيد. بكره بنشوف ايش اللي بيحصل. تمام. وماشي واحد طرطور يطلع يقول لي ها ليش ما تحضر انت؟ لو انت رجال تعال احضر انت. ليش منو بيمنعني يا سيدي اذا حضرت انا اصلا؟ لا امك ولا ابوك بيمنعونا. بلادي هذه، بلادي، وقت ما ايش تحضر بحضر. لا دي لا انت ولا اكبر فسل منكم بيمنعنا. لكن انا في اخر الدنيا بعيد، لو انا موجود كنت سويت، لكن البركه في الموجودين. ما حبقى الا على نشوان يجي لكم من بريطانيا، لا لا صنعاء ولا لا عدن ولا اي مكان. اذا حاجه قد حاصله هنا بتولى امرها. لكن عندكم انتم في صنعاء صلوا على النبي ملايين منكم، ملايين، ما هوش لا 20 ولا 30، ملايين. ما بيخرجوش منكم 200 نفر؟ اتقوا الله. يعني هذه قضية قمة الانحطاط. هذه رسالتي لكم اليوم، وان شاء الله بكره بنشوف. ان شاء الله يمكن يقع مقطع بكره. المقطع هذا يا لكم يا عليكم. رسالة وصلت اعتقد، تحياتي.